مستقبل دياب الشبيب القيروان في مواجهة فيها برشة تشويقة، أو لنقل في لقاء التأكيد. تأكيد معقول في رقم 2 في الجولات السابقة، 7 نقاط في 3 لقاءات لمستقبل يابس، 2 انتصارات متتالية لشبيبة القيروان. والحوار يبدو تكتيكي بامتياز بين ممرنين الاثنين، منصر الوحيشي جلال القادري في أول مواجهة بيناتهم. مستقبل يابس من البداية حاول استغلال عاملي الميدان والجمهور، لعب الهجوم كرة مروان السعيدي في دين علي القلعي، يتحصل بعدها على مخالفة نفذها عبد الحليم الدراجي. هل هناك ضرب جزاء أم لا على سيف الدين الجربي؟ الحكم نعيم حسني يواصل اللعب. الضغط ديما المستقبل جابس، مخالفة على خط 18 تأتي بالهدف 100 في البطولة. الإمضاء أشرف الزواري بتزديدة قوية إغالة الحارس القلعي يعطي الأسبقية المستقبل جابس. كفران كما مسترسين تراني وكما نشوتوا في الانترينمون كما نشوتوا في الماتش والباقي توفيق من عند ربي وقت كاو نعطيو حق الكرة وكاو هدف. حاول هجوم الشبيبة الإجابة عليه، ياسين الصالحي يتلقى كرة من كريستوفر موندوغا يسدد دون تركيز. صبري العمري ينفذ كرة ثابتة تعدى قريبة المرمى العياري. محاولات مستقبل جابس أكثر خطورة، فهمي قاسم من اليسار يحاول المباغتة علي القلعي بصعوبة يمنع الهدف الثاني. شوط أول ينتهي على كرة ثابتة نفذها قوية صبري العماري والحارس على العياري بصعوبة يخرجها للركنية. في الشوط الثاني 3 دقائق لعب هفوة فادحة من حسام بنينة، سليم المزيني في المتابعة لا يتسامح يضيف الهدف الثاني. هدف ضعف ثقة لدى أبناء منصر الوحيشي، عبد الحليم الدراجي يوزع علي القلعي بزوز يدين يرجع الكرة. مخالفة ينفذها نفس الدراجي علي القلعي يتصدى. مستقبل يابس يتعدى للسرعة الموالية، سيف الدين الجربي 1-2 مع فهمي قاسم يتقدم يوزع الهدف الثالث يضيع على سليم المزلين. الممرن جلال القادري يلعب كل أوراقه بحثا على العودة في النتيجة. الضغط يتحول كليا للشبيبة، كريستوفر موندوغا وجه لوجه مع علي العياري وإمكانية تدليل الفارق الضيع. رامي بوشنيبة يتوغل على اليمين يسدد على العياري بصعوبة يرجع الكرة. صبري العماري في المتابعة يسدد فوق المرمى. طالب بعدها أبناء جلال القادري بضربة جزاء في العملية هذه دون استجابة الحكم. الإصرار والبحث على العودة في النتيجة يتواصل من أبناء الشبيبة وكورة كريستوفر موندوغا القوية فوق المرمى. صبري العماري يراوغ يطيح، اللعب يتواصل. هجوم الشبيبة غير محظوظ باصطدامه بحارس مرمى في نهاره. علي العياري يرفض تدليل الفارق أمام تسديدة قوية من مبكر سيلا وبرشاقة كبيرة يحاول كرة صبري العماري للركنية. اللقاء ينتهي على انتصار عرف كيفاش يخرج به في النهاية مستقبل جابس أمام شبيبة قيروانية قدمت مقابلة كبيرة رغم الهزيمة. ماتش بقدر ما كان مستقبل جابس نهنوه يستحق الانتصار هذا، لكن يظهر لي اليوم شبيبة القيروانية نظرا للمردود اللي قدمه كان ينجم يخرج بنتيجة أفضل من هكا. يظهر لي ما علينا إلا نخدمه على رواحنا، واضحين اللي فاي اللي موجودين اليوم في الكيب. إن شاء الله ننجحوا على مستوى الكونكريتيزاسيون وإن شاء الله نجدوا حلول خاصة على المستوى الهجومي. كنا نجم نلعبوا مخير، كنا نجم نعملوا مخير. من دوزيام ميتون دخلنا شوية في الجيستيون نجيرير سكور. برومير ميتون كنا خير، الادفيرسير قلقنا سي فري كانوا بيان اون بلاس. ماتشات الاخرين لعبنا خير، من اليوم لو بلوز امبورتون سي 3 بوان ونقدموا معناها في الكلاسمون. اليوم عندنا 11 بوان، ان شاء الله فما سيكل جاي تو في 3 مقابلات في جمعه باش يكون صعيب برشا، ان شاء الله نحضروا له كيما يلزم.